السلام الله عليكم أعزائي التلاميذ وأعزائي متابعي القناة الأوفياء. نتمنى يكون الجميع بخير إن شاء الله. من خلال هذا الفيديو أحبتي حبيت نطمنكم عليا، راني بخير والحمد لله، فقط عندي عطل في الانترنت، لما يتصلح بإذن الله رايحين نرجعوا مع بعض. أعتذر كذلك على عدم الرد على الأسئلة والتعليقات، يعني الغالب ما عنديش انترنت، فقط هاد الفيديو إذا وصلتكم راني مدايرة بارتاج من عند صديقة، يعني فقط باش نطمنكم عليا. المهم خلال هاد الفترة يعني اكتشفت باللي العلاقة تاعي معكم ماهيش علاقة قناة ومتابعين. والله يشهد عليا، نحبكم بزاف بزاف وتوحشتكم بزاف بزاف، توحشت كلامكم، توحشت تعليقاتكم الجميلة، وتوحشت نكون في تواصل معكم. إن شاء الله تدوم هاد المحبة. فوالا، يعني تهلاو في رواحكم، تهلاو خاصة في الدراسة تاعكم، ما تخليوش الدروس تتراكم عليكم، وراجعوا كل يوم دروسكم يعني حتى تبداو سنة دراسية ناجحة بإذن الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم.